الو مرموري، عامل ايه يا روحي؟ انا واقع من الجوع. تخيلي النهارده ايه ده؟ انت بتعيطي؟ لا لا، انا ما اقدرش اشوف عينيكي دموع. لا مفيش، بس بودي ابن اختي وحشني قوي. ادام انت مش وحشاهم خلاص، انسي يا امير، انسي يا امير، انسي يا حبيبتي. بصي اقفلي الصفحه دي من حياتك خلاص خلاص. عارف انا ممكن اقفلها امتى؟ لو جبنا بيبي. بيبي، متخيله ان ده هو اللي هيحل مشاكلك؟ ده هيخلي حياتنا جحيم. ده انا مش هعرف اكتب بيت شعر واحد على بعضه، ولا انتي هتعرفي تروحي الشغل ولا تنامي، ولا هنعرف نحب بعض. بالعكس، البيبي ده ممكن يخلينا نحب بعض اكتر. نحب بعض ازاي وفي حد جنبنا في البيت بيزن 24 ساعة؟ لا لا، دي فكرة غبية. دي مش فكرة، ده حلم. انا نفسي ابقى ام. على فكرة بقى دي أنانية رهيبة منك. العالم قاسي جدا على إننا نزوده طفل يتألم ويعاني بسببنا. ما تبقيش ست تقليدية تفكيرها محدود. الكوكب مليان مجاعات وفقر وأوبئة وأمراض وكوارث طبيعية وصناعية. لا 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 لا، ما يمكن البيبي ليكي ده ينقذ العالم، يعني مثلا يطلع مثلا دكتور مشهور او عالم او شاعر زيك، يلمس قلوب الناس وينقذ العالم. وانا قصرت في حاجه؟ انا بنزل ديوان قبل كل معرض كتاب. نبي يا اميره، الله يخليكي، مش راحه، مش ناقصه قتله. وقفلي بقى الموضوع ده، عشان مجرد التفكير فيه بيتعب لي اعصابي. عملت ايه في موضوع الكارت؟ ماشيين في الإجراءات، وحياتي يا زين، بجد وحياتي. لو بتحبني فكر تاني في موضوع البيبي عشان خاطري. لو بتحبيني انت يا أميرة ما تفتحيش الموضوع ده تاني خالص.